Hi everyone, good morning. So ngayon umaga po ay aatin tayo ng wedding ng aming pamangkin. So it's been how many years? Ngayon lang ako ulit makaka-attend ng wedding. So here we go. Assalamualaikum akwati. Had video li garitu fuli yama video min Philippine. Akhti Gubila قالكم من زمان مدة سنين ما مشي في العرس. دار المسي دابا هي مع اختي لخاص غير يمشي على سي عرس ديال العائلة وذاك الساعة غير يشارك معانا هما غير يتشارك معانا ديك الاجواء ديال العرس عندنا في الفلبين. وراكم معنا ديك صافاتي قبل غاري يمشيو في القاع ولا عرس هنا يمشيو من هنا في بلاصه فين كيبيعوا قادويات وغاري يختاروا شنو غاري يديو معاهم في العرس ديالهم. فهمتوا هنا عندنا ضروري تمشي على شي مناسبه ولا شي عرس كيدي معاه شي واخا شي بسيط القادو. فهمتوا وديك صاختي بغى يختار هنا واش دي داك الترموس ولا شو ما كان المهم كاينه. فهمتوا شي حاجه بسيطه ديك الساعه صافي غلفوا هذا قادو لي اختي داها. هانتوما اخواتي هنا قاع شتو وصلوا هنايا في قاع وهذا هو قاع لي غادي يديروا بيه العرس على حساب. شوفوا ديكور عامر بلا ديكور فوق والورود ديك الشيء اخواتي كل شيء عائله من راجل ومن المراه. نتو بحال هنا في المغرب كيجيو غير عائله ديال المراه وعائله ديال الراجل ولكن شي فرق عندنا صراحه ما عرفش صراحه حتى نتوما تيديروها انا نشرحكم اكثر. قلتكم اخواتي هنايا عندنا تقاليد عندنا في الفلبين الى تتجوز عروسه ما تتخسر حتى حاجه ما تتخسر فلوس. عريس اللي كيدير داكشي كامل المسائل ديال القاعه واخا قد مثلا بغى يدير في القاعه عريس اللي تيختار واش بغى يدير في القاعه ولا في الدار. فهمتوا على حسب مصاريف هنايا داكشي اللي تتشوفوه كامل المسائل ديال عرس في القاعه كلشي راجل اللي دايره كلشي راجل صافي. ديك الساعه تيجمعوا عائله ديال راجل وتيجمعوا عائله ديال عروسه فهمتوا كامل بس كيعرفوا مع بعض. وداك عريس اللي تشوفوها مع جداته وجداته فهمتوا داك جدو وجداته صافي كيجيبوا هو اول وعريس عاد من بعد غادي يجيبوا داك العروسه. ودابا تشوفوها راكم معنا هنا قبل يجيبوا عروسه اول شيء داك الراجل يعني ما عرف كيفاش يقول شيك ولا استاذ اول شيء غير يمشي لداك عريس هذا اللي غير يتسول واش تقبل هو تجوز داك عروسه ولا تقبل المسؤوليات ديال الجواز. ما عرف كيفاش نشرح لكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لو ما سمعي ايجاب والقبول يعني يا بيضاء ايجاب والقبول صافي هنا غاري يبدا يتسول داك الراجل واش تقبل قبل هو يتجوز داك عروسه ولكن خاص داك عائله ديال عروس يكون موجود. لا نكاح الا بولي قبل يبدا وصول داك عريس واش تقبل يتجوز داك عروسه ضروري موجود داك عائله ديال عروسه بس تأكدوا مزيان انو داك عائله ديال عروسه يعني صح انو غاري يعطيهم بنت ديالهم على داك الراجل ضروري موجود هما في داك العرس. فهمتوني هاد هو والدين ديال عروسه فهمتو وصافي دابا غاري يبداو دابا يسولوا داك العريس. انتو باقي صغير ما نكذب عليكم عريس باقي صغير بزاف وصافي يا اخواتي هاد هو التقاليد عندنا ما كاين لا يعني ماشي بحال هنا في المغرب سبحان الله صراحه
عرفتو داك الساعة اللي غريت سالا لا غريت سالا يسولو وداك الساعة عاد غريت جيبو عروسة من خنت الهيف فهمتو عاد غريت يديروها شي خطبة وغريت يديروها شي يقراو القرآن وداك الساعة غريت سالا وصافي غريب بدا الماكلة ماكلة داكشي فهمتو Balik dikit nak keluar, tak pakai. Sama yang kata angkuh saya kini. Bismillahirrahmanirrahim. Angkah naka maktu mataka. Rajida jamalun. Fima taradal warisan. Fi kitabillah. Ma'al mahr. Wa sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahasa nak Arab itu. Safi hina ya khwati kei. Ibdaw dabai sulu aris. وبغى نحاول زعما باش نشرح لكم ولكن بزاف فهمتوا بزاف ما نقدرش وهذا هو اخواتي المهم بغى نحاول نشارك معكم التقاليد عندنا في الفلبين كيفاش كي يتجوزوا فهمتوا وماشي بحال كل واحد التقاليد ديالهم بحال دابا هما كيلبسوا غير واحد لبسه غير داكشي لبس ديال العريس اللي تتشوفوها ودابا غير تشوفوا لبس ديال العروسه صافي بركه وما كاينش شطا وما كاينش يعني كاين شطا زعما ما كاينش نهائيا وداك الساعه غريت صلاو غير يجلس داك العريس وعروسه غير يقراوهم قران غير يديروا لهم خطبه هذيك الساعه غادي تسمعوا غادي تشوفوها من بعد فهمتوا والحمد لله اخواتي يعني على حسب هنا يعني هما الا كاين الا كان مثلا بغاو يديروا عرس في الدار غادي يديروها على حسب ولكن دايروها في القاعه والحمد لله على كل الحال اخواتي وراكم معنا tu babai untuk pada khutbatun nikah tu ijab wal kabul napa saja laku tu itu tu masa kami bapak kakak hari kat tua safi daba khwati salau udaba dek aris uba safi rimsu ziba arusa وبس يعرفوا عائلة ديال عريس فهمتوا هاد هو عروسة بغا نقول لكم اخواتي داك عريس هذا اللي من طرف ديال الوالده ديالي اخت امي بنت والد هذا فهمتوا اخت امي بنت هذا عريس لوالده فهمتوني وصافي ديك الساعه تيزيبو داك عروسه في قدام والدين ديال قدام عائله ديال عريس بس يعرفوها فهمتوا وداكشي اخواتي التقاليد عندنا وكنتمنى انو عجبتكم وما تنساوش ديروا شي تعليق اخواتي كيفاش جيكم مع عرس عندنا ولا تقاليد عندنا شي غريب غريب تشوفوها غريب ياك ماشي بحال هنايا صافي داك الساعه اخواتي غاري ديروا خطبه وغاري ديروا ماكله بعد ما سلاو يعني الا غير يتسالاو خطبه هذا غير ياكلو صافي داك سالي غير ياكلو غير يمشي بحالاته وصلى العرس الحمد لله ان الله تعالى يقول في القران الكريم بعد بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده الى اخر الايه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني او كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تغنارو هما رجيدا نا شنو بترنا بنا تيمبو افانانين وصافي سالينا اخواتي هذا هو تقليل عندنا وكنتمنى ان عجبتكم هذا الفيديو عرفتوا ديك الساعه كان في الشتاء وكان بعد الفيديوهات اختي صفطات ليا وديك الساعه نسيت ما حطيت فهمتوا نسيت ما حطيت تما ولكن ماشي مشكل المهم كنتمنى ان عجبتكم داك الفيديو قبلوا علي اخواتي يلا ان شاء الله نشوفكم في الفيديو اخر تعالى فراسكم مع
مع السلامة. باي باي.